بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. حرائق مهولة تخرج عن السيطرة في تونس في منطقتين، في جبل بوجرنين وبرج السردية. على طول تونس طلبت الدعم رسميا من الجزائر، والجزائر فورا أرسلت حوامتين، يعني طيارتين هليكوبتر و20 شاحنة إطفاء كبيرة للحماية المدنية. الكلام ده كان من امبارح. الحوامتين وال20 شاحنه دول حاليا وصلوا الاراضي التونسيه، وحاليا بيباشروا عمليات الاطفاء. المناظر مرعبه بحق. نسال الله العلي القدير ان يلطف باخواننا في تونس، اللهم بردا وسلاما، اللهم لطفا باخواننا في تونس، اللهم لطفا باخواننا في تونس.